يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إعطاء امرأة قريبة لي قد ولدت إعطاءها بعض المال حيث إن ذلك عادة عندنا؟ ما حكم إعطاء امرأة قريبة لي قد ولدت بعض المال حيث إن ذلك عادة عندنا؟ لا بأس بذلك، أقول لا بأس بذلك، هذا من الصلة ومن الهدايا التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا التحاب. نعم.